المزارع كلاس من بلدة إيدام كان مهووساً بالملوحة المضبوطة، لدرجة أنه حصل على مساعدة من الخبراء، وهذا هو السبب وراء طعم جبنة إيدام المالح المتزن. حسناً، هذا ليس صحيحاً بالمرة. وصفة جبنة الإيدام أتت بعد سنين من الإتقان، ويأتي طعم جبنة الإيدام المالح المعتدل في كل قضمة. هذه هي القصة الحقيقية وراء طعم الجبنة الإيدام الفريدة من نوعها، الجبنة الصحيحة للمذاق الذي تريده.